ففي عيد الصليب بنفتكر محبة المسيح للكنيسة، وفي عيد النيروز بنفتكر محبة الكنيسة للمسيح حتى الدم. فالمسيح أحب الكنيسة حتى الدم، بذل نفسه لأجلها مقدساً إياها، زي ما أفسس واحد بيقول، أفسس خمسة بيقول. فالصليب هو قوة الله للخلاص، يعني الصليب يساوي قوة وغلبة ونصرة وحياة لنا جميعا. عشان كده معلمنا بولس يقول مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. بعد المقدمة البسيطة ديت يظل السؤال قائما، لماذا مات المسيح مصلوبا؟ ليه الصليب بالذات؟